السعودية تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية. البيان أعلن أن مجموعة ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني أصبح 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. دعا قيادي حوثي إلى استخدام اليمنيين غير الراغبين